معايا تليفون من ايه محمد جمعه بقى من الضياء ده حبيبك استاذي الو الو مساء الخير. اهلا بيك معانا في كلام البنات ومداخله جميله ورائعه الحقيقه. معانا طبعا الفنان الجميل محمد جمال. اهلا وسهلا. عايز اقول لك انه محمد امتعنا في رمضان اللي فات، عمل اكتر من دور. انت بقى بعينيك انا عايز اعرف حضرتك شايفه ازاي. والله بص يا محمد، يعني كان مفاجاه ليا. تمام طبعا انا يعني انا في تاريخ مع العيله شويه، معلش. يعني انا رانيا دفعتي في المعهد وانا شفت الاستاذ فريد شوقي وقعدت معاه، يعني كان ليا الشرف ان انا اشوف الاستاذ. فما كانش ليا حظ ان انا امثل مع الاستاذ، بس مثلت مع بنته في المعهد طبعا. انا ورانيا يعني اشتغلنا مع بعض كتير، وكان ليا حظ ان انا اشتغل مع اخو محمد الكبير احمد، الفنان احمد جمال سعيد. يعني اشتغلنا مع بعض في عمل قبل كده، وليا حظ بقى ان انا اشتغل مع محمد في ضد مجهول السنه دي. والله يعني كل اللي اقدر اقول لك عليه ان اللي خلف ماتش، يعني برضه الاجيال كده ما شاء الله. يعني كانت واشتغلت مع نادي السباع، انا ناهد زي ما بيقولوا يعني العرق يمد لسابع جد. انا تقريبا واخد العالم اولى كلها يعني، فتلاقيني شغال معاهم كلهم. بس محمد ما شاء الله يعني في ميزه مهمه جدا دي اللي انا لمستها فيه، محمد عايز يتعلم. وده شيء محترم جدا، فكره ان هو طول الوقت عايز يتعلم، عايز يبقى احسن. ما انا بقول له مش شايف الموضوع من مصدر بقى ان انا ايه، لا انا عارف انا جامد جدا. أيوة. انا لا بالعكس، طول الوقت طب نعمل ايه، طب نقول ايه، طب انا كده كويس، طب انت شايف الموضوع، بيسال دايما اللي حواليه او القريبين منه. فده صحي يعني، ده صحي. مظبوط، ده صحي جدا. ده يعني اذا كان بيدل على شيء بدون ان احنا نشوف فنان كبير. ان شاء الله. وبدايه يعني شايف ان البدايه مبشره جدا، يعني ان احنا ان شاء الله هيكون في ممثل شاطر ومن اشطر الممثلين الموجودين جدا، يعني ان شاء الله باذن الله. حبيب قلبي ربنا ما يحرمني منك بجد. ربنا يخليك يا حماد. انا من الناس اللي كنت محظوظ ان انا وقفت قدام الراجل، ان هو يعني ايه يعني بيوعدني كتير وبيخلف، يعني كل شويه يقول لي هنتقابل وبتاع. ادي بقى ما اقدرش كل اللي فات كان والله حلو، ما اقدرش انا اطلع من هنا عليه. لا معلش انت كلامك مش عايز اضحك على الهوا، بس يعني لا خلاص خلاص يا ريس. وصلت. دي رساله كده بين صاحب وصاحبه بقى، ملناش دعوه بيها. لا وصلت. طب انا عايز اطلب منك طلب يا جمعه. اتفضلي. انا عايزه واحده كده كله رايح. طب وليه كله رايح؟ ما هو كله جاي يعني. واحد لسه في مستقبل عمره. لا ده انت بتفاول عليا يعني. قلبت السوشيال ميديا يا راجل بالموضوع ده. نقول له كله رايح حرام يعني؟ نقول له كله جاي يعني. لا عشان خاطري انا بس. قول. هي مصممه تفاول عليا. والله اقول له يعني انت ما عايز تمثل ليه؟ يعني اللي مثل زي اللي ما مثلش كله رايح. صح كده. هتفرق. شكرا يا استاذ. شكرا يا استاذ. ترى اللي جاي كله حلو. يا رب اللي جاي بقى احلى ان شاء الله يا ابو حميد. شكرا يا محمد. ربنا يخليك ليا يا رب. فنان جميل محمد جمعه طبعا.